بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي في الله، تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح وصلاح الوقت. اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطوا واحد الوصفة خاصة على قضاء السحر، المشروب المأكول، الناس اللي عندهم سحر المقابر، الناس اللي عندهم خدام السحر مأثرين لهم على الجسد ديالهم، أو عندهم سحر الربط، أو عندهم سحر منع الزواج أو منع العمل، أو الناس اللي تديروا لهم سحر الكواكب أو سحر النجوم أو سحر هاد الإبطال اللي غادي نديرو إن شاء الله رائع وغادي يعجبكم إن شاء الله. ولكن حاجة وحدة اللي سنطلب أنا من القناة، أنكم تخليوا لايك، تدعموا القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، كاع من لوح الوصفات غادي يوصلكم كل جديد. واللي بغى يتابونا ويدخل يدخل القناة الشافية المغربية، مرحبا به وألف مرحبا. سنتمنى ان هذه الوصفه ان شاء الله تعجبكم على قضاء جميع الاسحار اللي عندي ومأثرين عليا، الاسحار والعقد. العقد شنو هما؟ هي عقد العين، عقد الحسد، عقد السحر، عقد السحر المأكول، السحر المرشوش، اي سحر وتتسمى عقد. اذا العقد اللي عندي في الجسد ديالي، العين المتراكمه او العقد المتراكمه، هي من الأسحار اللي تتأذي الإنسان. إذن الوصفة ديالنا اليوم هي مكون بسيط، هو الحليب مع سبع ورقات أوراق السدر مع قطعة فاصوخ اللي غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نعطيكم الإبطال ديالها، وغادي تكونوا ان شاء الله ايجابيين. اول حاجه غادي نديرو هي اننا ديما من نبداو اي وصفه غادي نكون على طهاره. الفتح المبين هو باستغفار والصلاه على الرسول، باش نكونوا واضحين في هذه المسائل. كاين بعض الناس اللي ما تيصليوش، خاصهم يبداو يصليو باش ينجحوا معهم الوصفات، باش ينجحوا معهم الوصفات ويكونوا ان شاء الله الوصفات اللي تياخذوا ربانيه تكون عندهم تنجح معهم، لان ملائكه الرحمن ترفرف المكان. الوقت اللي نبغي ندير وصفات الرحمنية، ما ناكلش البصل بزاف، ما ناكلش الثوم باش ما تهربش مني الملائكة. هادو نصائح قيمة خاصكم تحطوها في بالكم. غادي البنت اللي باغات تبطل خاصها دير الإبطال ديال الصور باش تكون على يقين أن هذيك الليلة، تكون على يقين أنها من غادي ديرها غادي تحلم، غادي تشوف السحر اللي عندها. غادي تاخدي الصور ديالك، غادي تاخدي واحد جوج كؤوس ديال الحليب بحال هادو، توضعيهم في كاسرون، وتوضعي معاهم جوج معالق ديال العرعار، جوج معالق ديال الخزامه، الصور ديالك، قنينه ماء الزهر. وغادي ان شاء الله مع الصور، الا كان عندي شخص معين، امي، اختي، اي حاجه نحطو معايا باش يتفوسخو وندير ابطال جماعي، وغادي تحسي بالفرق. هاد الوصفه للشرب، هاد الوصفه غادي تشربوها ان شاء الله، ولكن على نيه انكم ابطال السحر المأكول او العقد اللي في الجسد، او سحر الكواكب، او سحر النجوم، او سحر تخطيتي، او سحر انك كنت في عرس وتخطيتيه ماشي ديالك. بعد الاعراس يرشو ابطالات، وهذوك الابطالات تاثروا على الناس، اما بطلاسم اما بتعويض غير مشروع، وتاثر على البنت. شحال من وحده مشات العرس وجات مريضه لانها تعرضت للسحر المرشوش بدون قصد. تديروا الاعراس، تديروا الوصفات باش ما يتاثروش هما في العرس ديالهم، ولكن هما تاثروا على الناس اللي في العرس. اذا ديما الوقت اللي نمشي للعرس نحصن راسي من التوابع. لابد انسان غادي يمشي للعرس، لابد
أنه غادي يكون يبغي يفوج ويبغي حتى هو إنسان مرة مرات يبغي يخرج على الروتين اللي عندنا اليومي. إذا إلا مشيت ندير التحصين ديالي، التحصين شنو هو؟ التحصين أنني ندير الفسوخ في الرجل لمن نحط فيها الفسوخ، نحاول أنني نقرأ واحد القنينة ماء فيه آية الكرسي ونوصل ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم، نقراها 7 مرات باش تكوني محفوظة من جميع العوالم إما من الجن وإما من الإنس. إذا الحمد لله والشكر لله، كل شيء كاين في القرآن، كل شيء بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنحاول نكون إيجابيين، سنحاول نعطيكم طاقة إيجابية، سنحاول نوريكم باش أنكم تكونوا إيجابيين. ولو الفيديو أنه ما يجيب لي والو، تندي رحمة الوالدين وتنكون خدامة مع الناس اللي تيبغوني، الناس اللي تضيفوا لي ديما التشجيعات والأمور القيمة اللي تحطوا لي في القناة. إذا الوصفات الإيجابية لابد غادي تاخدهم وغديرهم. غادي ناخد واحد الكأس الحليب، غادي إن شاء الله ناخد قطعة فاسوخ، قطعة فاسوخ هذه غنقسمها على جوج، غنقسمها على جوج مرات، غندير أو 3 أو 4، المهم هذا فاسوخ جيد، فاسوخ وسقي. هذا من تيكون بحال هكا هو فاسوخ وسقي، هانتوما يتعلق بحال المسكة بحال العلكة. إذا هذا نقدر ندير فيه 4 مرات. هالقطعة اللي غادي ندير أنايا كحبة الحمص، هانتوما حبة الحمص غادي إن شاء الله غادي نوضعها هنايا، غادي نوضعها في الكأس الحليب. غادي ناخد 7 ورقات ديال، ناخد 7 ورقات ديال أوراق، أوراق السدر، غادي نحكم هكا، غادي نحكم بحال هكا على أساس أنني باغا نرقي نفسي بنفسي وباغا نكون إيجابية باش نتزوج باش نفتح أبواب. كاين المرأة اللي عندها سحر التفريق، كاين المرأة اللي عندها سحر الأرحام، كاين المرأة اللي عندها سحر الخيوبة، كاين اللي عندها آخر شهر تتمرض، عندها سحر التمريض، عندها بزاف. وغادي إن شاء الله أنا غندير واحد المعلقة وغادي نبقى نقرأ على الحليب والفاسوخ باش الفاسوخ يدوب. وغادي أشنو خاصني ندير هو أنني خاصني نقرا هذا الابطال اللي غادي ان شاء الله نحطوه على الحليب والفاسوخ اوراق السدر، 7 ورقات السدر. غادي نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 70 مرة، ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. 70 مرة قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 70 مرة ناخد السبحة ونسبح، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. انفذ، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. غادي نكمل 70 مرة. هذه إمتى غادي نديرها؟ غادي نديرها ليلة الجمعة، ليلة الجمعة بحال اليوم، اليوم الخميس في الليل، وغادي نقرأ عليها إن شاء الله. إلا ما دركنيش الوقت نديرها صباح الجمعة، إلا ما دركنيش الوقت نديرها ليلة الحد، مهم على نيتكم ترزقون. نديرها لخويا، نديرها لمي، نديرها لبا، نديرها لأي واحد عنده عارض من السحر. وغادي إن شاء الله نقرأ أسماء الله الحسنى كاملين، 99 اسم، 99 اسم، غادي نقراهم ونفت على الحليب والفاسوخ أوراق السدر. وغادي نقرأ وقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. غادي نقراها وأنا عندي واحد الثقة بالله بأن الله غادي يبطل عليا جميع العوارض، ربي غادي يمنع عليا جميع العوارض. إذا غادي نخليه ليلة كاملة والصباح نشربو على الريق. الفاسوخ ما يدير والو، شربتو تعيت ما عندوش، ولكن ناخد فاسوخ جيد، ما
ماشي الاسود، ناخذ الفاسوخ اللي يكون بحال هكا جيد الابطال، بغيتي تبطلوا العقد. كاين الناس اللي ما عندهمش وقت، كاين الناس اللي باغين يبطلوا ولكن ما عندهمش شي واحد قريب لهم اللي يبطل لهم. اذا بطلي نفسك بنفسك، لان الناس اللي باغين يفسخوا يدبروا على الفسوخ الوسخي. الفسوخ الوسخي في كل بلد الناس تنقلوه من مكان الى مكان. نقلب على في اي بلد، نقلب على الناس اللي تبيعوا الفسوخ، ونمشي ناخذ من عنده واحد الكميه ما يكونش غالي، ونبطل به جميع الاصحار، لولدي لبنتي لامي، الناس اللي عندهم كاع العقد السحر العين اي حاجه غيتبطل بهذا الشيء. المهم الايات كتبوهم، اسماء الله الحسنى، ناخذ اسماء الله الحسنى ونوضعهم، نبداهم من الاول حتى الاخر 99 اسم. وغادي ان شاء الله نقرا هذوك الايات للابطال 70 70 مره على نيه الابطال جميع العقد جميع الابطالات، لانني بغيت هذا المدى. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين 70 مره. وغادي نقرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وغادي نقرا اسماء الله الحسنى 99 بنيه الشفاء العاجل، ونقول اللهم حل جميع العقد، اللهم ابطل جميع العقد، اللهم خفف عني جميع العقد، العين والحسد والبغضاء. وغادي نشرب صباح الجمعه او جمعه، الا درتو الصباح نشربو مع الظهر مع الوقفه مع الاذان، وانا نقول اللهم ابطل، اللهم ابطل عني جميع العقد، اللهم ابطل اي احساس حسيتي به، قولي اللهم ابطل عني العقد والسحر الارحام والسحر المعمول واي حاجه حسيتي بها انك معطله عليها قوليها. اذا حبايبي في الله الوصفه رائعه، تتنسنى منكم لايك والدعم وفعلوا الجرس باش غادي ان شاء الله يوصلكم كل جديد، والله المستعان. حاولوا ديروها ولو مره في الشهر ولو مره في الاسبوع، وغادي يكون عندكم ابطال ان شاء الله. نقدر ندير هذه الوصفه لخويا لختي لامي، وندير كميه، ندير كاع، ندير واحد الحليب، ندير واحد اطرو ديال الحليب، وندير فيه الفاسوخ، ونعطي الاسره ديالي كلهم يشربوا على نيه الابطال الجماعي. وغادي ان شاء الله يكون خير وبركه لجميع المسلمين والمسلمات. اذا حبايبي في الله، الى وصفه اخرى والى صيغه اخرى ان شاء الله.